المعافرة ايه بقى في الموضوع ده؟ طبعا انا في البدايه يعني انا اتشرفت بان انا يعني استضيفتوني النهارده في البرنامج، وانا شخصيا برنامج بالنسبه لي كان طول عمري كنت وانا من زمان وانا بشوف البرنامج كان ليه بصمه كبيره جدا عليا انا شخصيا. شرف ليا والله يا والله باشمهندس. لانه دايما بيجيبوا نماذج ناجحه مصريه، فده بيخليك ان انت انا لا انا عايز ابقى ان شاء الله اظهر مع يعني في البرنامج ده مع حضرتك. فاخش في الموضوع، المعافره جت احنا كمهندسين معماريين التنافس المعماري هو من اهم الحاجات اللي احنا دايما بندور عليها، علشان هي دي اللي بتثبت لنفسي ان انا كويس ولا مش كويس. طب انا لو مش كويس انا مش كويس في ايه ومحتاج اطور نفسي في ايه. فدي كانت اول مسابقة دولية انا اشترك فيها، أول مسابقة، اول تمام. مسابقة. انا كنت في الشغل عادي، كنت بشتغل في دبي في مكتب هندسي، وكنت قاعد في فاتح الانترنت، فكنت قررت ان انا هدور على مسابقة ادخلها. فدخلت على موقع من اشهر المواقع المعمارية في العالم اللي هي بيبقى على طول عليها الاخبار والمسابقات العالمية، فدخلت لقيت ان في مسابقة منظمها شركة من اكبر الشركات التطوير العقاري في العالم. المسابقة دي اهميتها بترجع لكذا حاجه. اولا ان انت مطلوب ان احنا نصمم لاند مارك ستراكشر او منشا هيبقى علم معروف لمدينه مهمه جدا زي دبي. المدينه دي فيها تنافس اللي المعماري هو مكان ناس تتصور فيه وتقول احنا في دبي، بالظبط زي زي برج برج ايفل خليفة او كده بالظبط، مظبوط. يعني معلم سياحي. فطبعا اهميه المبنى ده مهمه جدا بالنسبه لي انا كمعماري، ان انا ان شاء الله لو كسبت في المسابقه، ساعتها كنت بفكر كده ان انا لو كسبت في المسابقه بالحجم ده هيبقى عندي لاند مارك انا الديزاينر بتاعها في مدينه مهمه جدا في التنافس المعماري زي دبي، فده كان حلم بالنسبه لي يعني. ففعلا دخلت في المسابقه وبدات ان انا ابحث عن ازاي ابتدي التصميم بتاعي. احنا في التصميم المعماري اول حاجه بنعملها خالص ان انت بتبتدي تعمل ريسيرش او بحث دقيق جدا عن الموقع وعن طبيعة التربة طبيعة كمان او الطرق هتتحمل طبعا ايه؟ طبعا. وبتبتدي تعمل ابحاث عن الموقع وهو محتاج ايه ومحتاج حاجة طولها ارتفاعها قد ايه وعرضها قد بالظبط ايه؟ طبعا. بالظبط عشان ما تعملش حاجه شكلها غريب عن صحيح. الموضوع. هي المسابقه كانت طبعا ليها يعني متطلبات دقيقه جدا، وفي ما شفتش قدامك بقى منافسين؟ ده أكبر شركات هندسية في العالم، ويعني شركات من اللي هي برؤوس الأموال المليارية يعني، فما طبعا وأنت داخل بطولك يعني. طبعا والله انا يعني انا ساعتها ما كنتش بفكر اصلا ان انا هنافس، يعني انا كنت داخل اللي هو انا كنت بشتغل وشغل بتعافر. روتيني، وقلت اجرب اشوف يمكن امشي ايدي في حاجه تنشط لي شويه المهارات اللي عندي مش ملهاش علاقه بال احنا شايفين حتى قدامنا 3 مشاريع قدامنا، يا ريت حضرتك بس تشاور لنا على المشروع بتاعك، ان دول التلاتة اللي فازوا. تمام. هو اللي فيه صورتين اللي على اليمين تحت ده الصورة اللي هي نهارية، والصورة اللي تحت دي الصورة الليلية اللي هي شكلها بالليل هيبقى اللاند مارك شكله عامل ازاي. دي صورة كلوز اب شوية لللاند مارك، دي اللقطة اللي هي الصباحية.